بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفينا أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما في الحياة بقاء ما في الحياة سبوت. نبني البيوت وحتما تنهار كل البيوت تموت كل البرايا وسبحان من لا يموت. مواصلة لازمية القرآنية المباركة ليلة تكريم الوالد الكريم الذي صعدت روحه إلى رب العرش العظيم والمغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الحاج فتحي حامد كبير. نسأل الله له الرحمة والمغفرة وليهديه الصبر والسدوان. نعود مرة أخرى إلى مأدبة القرآن الكريم لنستمع إلى آيات البينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بحزب الزناتي مركز منيا القمح شكوية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد السيد حميدة. سائلين المولى عز وجل له بدوام التوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل فضيلته المشهور. وفي البداية باسم الحاج وائل فتحي بدور والاستاذ محمد فتحي بدور اولاد الراحل الكريم وباسم الحاج ابراهيم حامد بدور والحاج علي حامد بدور والحاج جمال حامد بدور اشقاء الراحل الكريم وباسم العمدة محي غانم بدور والحاج سعيد الشفعي ابن عم الراحل الكريم والاستاذ سامي زيد ابن عم الراحل الكريم. باسمهم جميعا نتقدم بخالص الشكر الى كل من حضر لاداء هذه العزاء. والان مع القران الكريم اطرافكم في رعايه الله وابوابها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فانكحوا ما طاب لكم
وإن خفتم ألا تعدلوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر مما قل منه
كفر نصيبا مفروضا. فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وليقولوا
الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
وكانت هذه التلاوة تقريبا إلى روح الوالد الكريم الذي صعدت روحه إلى رب العرش العظيم المرحوم الحاج فتحي حامد كبير. نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولمحبوب السفر والسجاد. نقلناها لكم عبر أسير موجات إذاعتنا العاملة الهندسة الصوتية والكهربائية إدارة المهندس أحمد الشحات المقيم بلوبة كبرى مخازن فراشة حديثة إدارة رحلات أولاد الحاج أحمد أبو غنيمة المقيم بأهل رجاء. وكان معنا صحة كذا سفراء القرآن الكريم وحافظ فراس الشيخ محمد الليسي المهندس ناصر صلاح لينقل لنا هذه الليلة عبر شبكات الانترنت لنراها كل ليلة ليلة. هي المعزومة باسم الحاج وائل فتحي جدير والاستاذ محمد فتحي جدير اولاد الراحل الكريم وباسم الحاج ابراهيم حامد جدير والحاج علي حامد جدير والحاج جمال حامد جدير الشقاء الراحل الكريم وباسم العمدة محي غاني جدير وباسم الحاج سعيد الشفري ابن عم الراحل الكريم والاستاذ سامي جودة ابن عم الراحل الكريم وباسم جميع عائلة جدير الاكرمية اتقدم بخالص الشكر الى كل من حضر لاداء هذه العزاء.
حاجه على المغرب يا عم ناصر. اما وريتك يا شيخ موسى انا هوريك.